ننتقل الآن مشاهدينا لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري سامح شكري وممثل الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. التأكيد على مدى الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع المفوضية الأوروبية ومع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وباعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لمصر استثماريا وتجاريا، والأهمية التي نعلقها على التعاون الاقتصادي في إطار جهود مصر المتواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي. تم تناول خلال لقاء الصباح اليوم مع فخامة الرئيس، وأيضا خلال مباحثاتنا المنفردة ومباحثات مع الوفود الموسعة، كافة أوجه العلاقات الثنائية فيما بين مصر والمفوضية الأوروبية، وأيضا استعراض الوضع الإقليمي، التحديات التي تواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبي وكيفية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، سواء اتصالا بالقضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، قضية الإرهاب، وأهمية استمرار تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات واستعادة الاستقرار في المنطقة. تناولنا بالتأكيد أيضا الاضطراب والتوتر الحالي في شرق المتوسط وأهمية استعادة الاستقرار إلى المنطقة بصفة عامة من أجل رفاهية شعوبها وعدم استمرار تعرضها للمعاناة التي عانت منها من خلال الاضطرابات والصراعات المسلحة، سواء في العراق، في سوريا، في ليبيا، انتشار الإرهاب والضغوط التي يتولد عنها في دول الساحل والصحراء، وأننا بتضافر جهودنا وعملنا المشترك نستطيع أن نصل إلى حلول سياسية لكافة هذه الصراعات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في على المستوى الإقليمي والدولي. برحب مرة أخرى بالممثل الأعلى صديق عزيز، نتطلع بحكم خبرته الواسعة وعلمه ومساهمته على المستوى الوطني بأن يأتي إلى هذا المنصب بكثير من الخبرة التي سوف تعزز من قدرته على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة. شكرا جزيلا. Dear Minister, dear friends, thank you very much for your hospitality. استقبالك الحار لنا، بالإضافة إلى الاجتماع الذي المثمر الذي أجريناه معا. مايكرو. Now. Yes. Okay. Sorry. I was thanking the minister for his very much warm hospitality and for the very important meeting that I had. أجرينا اجتماعات جد مهمة وسرني وشرفني المشاركة فيها مع الوزير شكري. شكرا على ذكر كل النقاط التي تحدثنا عنها. يشرفني أن أكون هنا في القاهرة، فهذه هي زيارتي الأولى إلى العاصمة المصرية كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي. نعرف أن هناك أولوية لي لأتمكن من إجراء هذه الزيارة، ولم أتمكن من فعلها سابقا بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا، ولكن أعرف أن هذا الفيروس قد نجح في تأخير هذه الزيارة، ولكن اليوم لقد اجتمعنا لمحاولة تعزيز هذه الشراكة، وهذه فرصة جديدة أمامنا لتطرق إلى هذه الشراكة
المشاركة لأننا نريد تعزيز وتقوية علاقاتنا، ونريد فعل ذلك إذ نتشارك الكثير من المصالح. نريد أن نتشارك مع مصر بشأن الكثير من المسائل والقضايا الإقليمية فيما يتعلق بمجال الطاقة والبيئة والهجرة والتجارة والأمن. بالإضافة إلى ذلك نريد أن نعمل في مجالات مهمة جدا لرفاه الشعب المصري مثل إدارة المياه، التطور الاجتماعي والاقتصادي، التعليم والصحة. وفي هذا الصدد علينا أيضا التكلم عن الدعم الذي علينا تحضيره لمواجهة تحديات وتداعيات فيروس كورونا الذي ضرب بلادنا والعالم، وعلينا وذلك بقوة أكبر مما توقعنا. ناقشنا أيضا كيفية مواجهة القضايا الصعبة مثل حقوق الإنسان، وأنا متأكد من أننا كأصدقاء بإمكاننا تطرق إلى الكثير من القضايا، ولكن شددنا خلال هذه الزيارة على القضايا الإقليمية لأن دول المتوسط اليوم تواجه مأزقا كبيرا. نحن نعرف ماذا يحصل في ليبيا، وقد أجريت زيارة لهذه المنطقة، ونعرف أن مصر تؤدي دورا حاسما في المنطقة، ونريد أن نشكر مصر على هذا الدور الذي تؤديه، ولأنها تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا فيما يتعلق بمعاهدة السلام التي وقعت بين إسرائيل وإمارات، والتي ساهمت في منع ضم المستوطنات وغور الأردن. وعلينا أيضا التطرق إلى مسألة الشرق المتوسط حيث شاهدنا التطورات الأخيرة، لذلك نحن بحاجة إلى تخفيف التصعيد وإلى الحوار. وأعرف أن الموضوع لا يزال بعيدا قليلا وهو أقرب إلى مصر. نعرف أن هناك الكثير من المخاوف التي تشاركناها بشأن سد النهضة، فلقد رحبنا بالتزام مصر بعملية المفاوضات مع إثيوبيا والسودان، ونأمل أن مصر ستستمل بتأدية هذا الدور المهم لاستخدام هذه الموارد الحيوية لمصر بطريقة منظمة. معالي الوزير، أتطلع قدما للاستمرار بمناقشاتنا خلال فترة الغداء وخلال زيارتكم المقبلة إلى بروكسل. شكرا. أحمد جمعة من صحيفة اليوم السابع. سؤال لمعالي الوزير سامح شكري وسيد نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا في ظل يعني على الصعيد الميداني والمشهد السياسي. هل بالإمكان لسيادتكم أن تحدثانا عن الرؤية، رؤية الأوضاع، رؤية حل الأزمة الليبية مستقبلا في ظل التحركات التي تجري وعلى ضوء المشاورات التي جرت بين سيادتكم اليوم؟ شكرا جزيلا. أكيد أن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام للجانبين، سواء المفوضية أو دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومصر تتواصل بشكل كثيف في إطار التنسيق مع شركائها الأوروبيين في إطار إيجاد الحلول المناسبة للوضع في ليبيا، وبحيث نعمل في إطار خدمة الشعب الليبي لاستعادة استقراره، للحفاظ على سيادة أراضيه، وإعفائه من المخاطر المرتبطة بانتشار الإرهاب والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيه، وأيضا التدخلات الأجنبية العسكرية. رؤيتنا لم تتغير طوال الفترة الماضية بأنه ليس هناك إلا الحل السلمي، الحل التوافقي، الحل الليبي الليبي، وهو مستمد من الإطار السخيرات
قرارات مجلس الأمن وجهود المبعوث الأممي، وبالتأكيد أنه التطورات على مدى السنوات الماضية أتت بنا إلى هذه النقطة، ولكن هناك تصور والمجتمع الدولي متفق على مسار للتوصل إلى حل للأزمة الليبية من خلال مقررات مسار برلين، وهي معلومة فعناصرها المختلفة واللجان التي شكلت، سواء اللجنة السياسية الأمنية الاقتصادية، لتناول كافة القضايا المرتبطة بالتوصل إلى حل ليبي يؤشر إلى تحقيق الاستقرار، وقف الخيام لإطلاق النار، تشكيل المجلس الرئاسي بما يعبر عن كافة الأطياف الليبية جغرافيا وسياسيا، التوزيع العادل للثروة، ولاية مجلس النواب الكاملة في مراقبة عمل الحكومة، ولكن وقف الأعمال العسكرية، وهذا تحقق من خلال الموقف الذي اتخذ من قبل مصر وما أعلنه السيد الرئيس في 20 يونيو من وجود خط لا يتم تجاوزه، خط سرت الصفر الجفرة، كلها أدت إلى تحقيق ما كان مطلوب من وقف العمليات العدائية، وبما يتيح الفرصة لتفعيل مسار برلين، إعلان القاهرة، والجهود المبذولة من قبل المبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق ليبي لرسم المستقبل، للوصول إلى انتخابات برلمانية تكون معبرة عن إرادة الشعب الليبي وتضفي الشرعية على الحكومة الليبية التي تطلع بمسؤوليتها كاملة في رعاية الشعب الليبي والحفاظ على أمنه واستقراره. هذا هو السياسة التي نحن ننتهجها ونزكيها، ونتواصل مع شركائنا الدوليين لتحقيقها، وعلى سواء المجتمع الدولي أن يظهر جديته ولا يكتفي مجرد بالدعوة بتحقيق أمور، وإنما لا يبذل الجهد المطلوب للدفع بهذه الرؤية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها. فسوف نستمر في تواصلنا وتنسيقنا، ونأمل أن تؤتي الأيام القادمة بتطورات إيجابية في التوصل إلى هذا الحل الذي لا بد أن يكون في الأساس توافقي فيما بين أبناء الشعب الليبي. Yes, first I want to praise the important role played by أود أن أشيد بالدور الهام الحيوي الذي أدته مصر في الحفاظ على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إعلان القاهرة، ولولا ذلك لما حصل ذلك، ومن دون الضغوط السياسية التي حددتموها لتحديد ما هي الخطوط الحمراء، علما أنكم رافضتم أن تخطي هذه الخطوط الحمراء، وبفضل ذلك تمكنا من الاستمرار بفرض وقف إطلاق النار، وهذا أمر مهم لأنه لتخفيف الحرب علينا أولا إيقاف القتال، ونريد لهذا أن يستمر، وسيستمر بفضل القدرات التي تظهرها مصر والدول العربية الأخرى من أحد الجانبين. لذلك نحن أمام فرص جيدة جدا، ولكي يتمكن الشعب الليبي من التوصل إلى اتفاق بينهم، لأن نعرف أن الحل هو بين أيدي الشعب الليبي ليقرر مصير مستقبله، ونحن نتشارك الإرادة عينها، وهي وقف وطلب من المرتزقة من المجيء إلى ليبيا ومغادرتها، وإيقاف التدخلات الأجنبية وتدفق الأسلحة، وإعطاء مجال لتحقيق السلام. وأعتقد أن لمصر دورا كبيرا وحيويا لن تتمكن أي دولة أخرى من تأديته، ولكن الدور المصري لن يكون بنفسه فعال، ولكن سيساهم أيضا الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة. لقد أجريت خلال الأيام الماضية عدد من المناطق الليبية، وأجريت مقابلة
معقلة صالح، وعلينا لا نخسر أي فرصة أمامنا، وأنا متأكد من أن مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان معا للتوصل إلى حل. هاي فريد، فريد from جونز فرانس بريس. One question to مرحبا Mr. أود أن أطرح السؤال للسيد بيرال. I'll ask in English. That's okay. So how concerned are you? هل يوجد من مخاوف؟ No, the translation is in Arabic. Yeah, I'll ask in English for you. How concerned are you about the regional reverberations مخاوف from Libya? من أن التداعيات الإقليمية الليبية، نظرا أن الأمم المتحدة قالت أن حظر الأسلحة لم ينجح في ليبيا، وأن هناك الكثير من الأسلحة التي تأتي من تركيا، وهناك الكثير من المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا. إذن هل أنتم متخوفون من تداعيات ماذا يحصل في ليبيا على المنطقة وعلى العلاقات مع مصر والاتحاد الأوروبي وغيرها؟ عفوا لم أفهم السؤال جيدا، فهناك مشكلة في الصوت. هل بإمكانك إعادة السؤال؟ yes. إيه رأي حضرتك في التحديات الإقليمية من ليبيا؟ الواقع الليبي حاليا ازاي هيأثر على العلاقات في البحر الابيض المتوسط كما ذكرت؟ سؤال اخر، حضرتك قلت ان حقوق الانسان، حضرتك تحدثت مع وزير الخارجيه سامح شكري كاصدقاء، تقدر تقول لنا ايه مواضيع حقوق الانسان اللي حضرتك تكلمت فيها؟ شكرا. Well, there are two questions, no? هذان سؤالان إذا. About the arms embargo, it's a reality that the arms embargo is not being. نعرف جميعا حقيقة أن حظر التسلح لم يحترم ولم يحترمه أحد للأسف. حاولنا قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي بذل كافة الجهود لفرض التقيد بهذا الحظر. لقد أطلقنا مهمة إيريني، وهي مهمة بحرية تملك بعض القدرة لمراقبة ماذا يحصل في المجال البحري. فضلا عن ذلك، تملك الأمم المتحدة قدرة لمعرفة كيفية تطبيق هذا الحظر من خلال مراقبة المناطق الجوية والبحرية، وهذا ما حاولنا فعله. ونعرف أن يوجد اليوم أكثر من الكثير من الآليات التي تعمل على حل الموضوع، والآن يعود الأمر للمجلس الأمن لإيجاد حل للموضوع. من جانب الاتحاد الأوروبي حاولنا قدر الإمكان التقيد بفرض حظر التسلح، ولكن نحن مدركون أن هناك الكثير من الانتهاكات لهذا الحظر ووصول عدد كبير من الأسلحة إلى البلاد، مما سيمنع من توقف القتال. تكلمنا كثيرا عن سياسة حقوق الإنسان، نعرف بوجود الكثير من السياسات، وعلينا جميعا أن نعمل على تكييف علاقاتنا الخارجية مع مصر ومع دول أخرى. أعرف أن هذا الموضوع حساس جدا، ولكن هذا موضوع يجب علينا التحدث بشأنه وذكر ما هي المخاوف التي نملكها والحصول على المعلومات بشأنه، إذ يوجد في بعض الأحيان أن الكثير من النقاط أو أوجه النظر التي لا تتلاقى مع الحقيقة. لذلك علينا الاستمرار بالتباحث في هذا الموضوع، ولذلك علينا أن نعرف ما هي النقاط التي نتفق عليها وما هي النقاط التي نختلف بشأنها، وهذا ما فعلناه اليوم. علاوة على ذلك توافقنا أنه علينا مراجعة الإعلان لعام 2013 بشأن الوضع في مصر، لأن ذلك يتعلق بالوضع آنذاك ولا يعود إلى الوضع في البلاد حالياً.
كان لي أن أعلق على الجزء الثاني من سؤال. بالتأكيد نحن دائما نتحدث مع كافة شركائنا في إطار من الصداقة والرغبة في تعزيز الاستفادة من التجارب الآخرين في إطار خطة الدولة للإصلاح وخطة الدولة للارتقاء في كافة المجالات، سواء كانت المجالات السياسية، مجالات حقوق الإنسان، المجالات الاقتصادية. فهذه هي كلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، والشعب المصري هو الذي يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية، حقوقه الاقتصادية، حقوقه في مجالات حقوق الإنسان. وبتتيح هذه الزيارات وهذه اللقاءات فرصة للتبادل الكامل فيما بيننا حول كافة الموضوعات من الناحية النظرية، من ناحية التعريف بحقيقة الأمور والمجريات في إطار جهود وسياسة الدولة في هذا المجال. وضحت للممثل الأعلى أهمية أن تنظر الاتحاد في المفوضية ودول الاتحاد إلى الحقوق في إطارها الشامل، حقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تقيم مدى اهتمام الدولة المصرية بهذه الحقوق، وتصور أنه أيضا الارتكان إلى تقييم المواطن المصري والتواصل مع دوائر عديدة، وعدم اقتصار استقاء المعلومات من دوائر محددة لها كل الاحترام، ولكن ربما تنظر للأمور بمنظور ضيق لا يعبر عن واقع الأمور في مصر وكيفية التعامل مع هذه القضايا. أيضا عبرت للممثل الأعلى عن بعض المشاغل لدينا في إطار ممارسات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي والسياسات التي تنتهج، وبالتأكيد أنه ليس هناك دولة تستطيع أن تدعي بأنها قد وصلت إلى درجة الكمال في حماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان، وإنما علينا جميعا أن نسعى إلى هذه الغاية النبيلة، وأن نبتعد عن الاتهام، ولكن نعزز التنسيق والتعاون بما يفيد مجتمعاتنا، وألا يقتصر الأمر في توجيه سهام الاتهام بشكل غير عادل، وأن يكون حديثنا دائما حديث موضوعي وهادئ ومؤدي إلى تحقيق مصلحة. فليس الهدف هو توجيه سهام الاتهام، وإنما من جانبنا فهدفنا هو تعزيز قدراتنا وبناء هذه القدرات لرفاهية وخدمة المواطن المصري. وفي نهاية الأمر المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بهذه الحقوق، وليس أي طرف آخر. شكرا جزيلا. إذن تابعنا مشاهدينا مؤتمرا صحفيا بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤول وممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وتم الحديث فيه عن عدد كبير من الملفات. تحدث الطرفان عن أهمية الحل السياسي في ليبيا ودعم الاستقرار فيها، وأيضا أهمية إخراج كل المرتزقة من الجانب الليبي. وتحدث جوزيف بوريل عن أهمية توطيد العلاقات مع مصر والدور الذي تلعبه في المنطقة خلال هذه الفترة.